الحياة هنا عادت من جديد بعد أن عملت الميليشيات الحوثية على إعدامها منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من السواحل اليمنية ومنع الصيادين من ممارسة مهنتهم. واليوم عادت السواحل وأسواق السمك لطبيعتها بفعل تضافر الجهود من قبل أبطال قوات المقاومة المشتركة وتأمين السواحل من الميليشيات. عندما كان الوضع عندما كان الحوثيين وذا كنا عايش في هموم في نكد، والحمد لله هذه تحررنا من الحوثة واحنا في امان ونبتع ونشتري زي ما كنا ومرتاحين وامنين في بيوتنا. ايام الحوثة كان الناس ما تواجدوش خوف. الان الحمد لله الساحل مليان صيد، مليان رجال، مليان بوابير، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الصيادون عادوا لعملية الاصطياد من جديد وبحرية مطلقة بقواربهم البسيطة في المناطق التي طهرتها قوات المقاومة المشتركة منذ بدء انطلاق معركة الخلاص، لتبدأ حركة الأسواق ورواج الأسماك التي قابت عن معظم الأسواق اليمنية بفعل الحرب العبثية التي حرمت الصيادين من الاصطياد وجعلت الدخول إلى البحر مخاطرة، غالبا ما يكون ثمنها الموت. لا موت الحياة، تدخلوا في كل شيء، في البترول، في الصيد، في الصيد، في قوت الناس والرايح ومدير الدواعي. إنما كنا في هذه الأيام عندنا التعب واليأس والتنكد من هؤلاء الحوثة المتمردون في سلطة الدولة. قوات المقاومة المشتركة عملت على تطبيع الحياة في المناطق التي تم دحر الميليشيات الحوثية الإرهابية منها بعد تأميلها ونزع الألقام التي تعمدت زراعتها بكثافة في البر والبحر وبشكل يكشف حقيقة مشروعها التدميري، فيما كان مئات من الصيادين توقفوا عن ممارسة مهنتهم التي يعتمدون عليها لإعالة أسرهم منذ أن دخلت الميليشيات الحوثية مدينة الحديدة وسيطرت بقوة السلاح على عدد من المناطق على امتداد الشريط الساحلي، ليقود أبناء الساحل للعمل في الصيد تحت راية وحماية النظام الجمهوري. وتبقى مهنة الصيد هي المهنة الأبرز لأبناء المناطق الساحلية للعيش وكسب الرزق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية. وبعودتهم إلى مهنتهم عادت الحياة من جديد.